وهذا رجل يقول: تزوجت منذ 10 سنوات وأشك في سلوك زوجتي أنها ترتكب الفاحشة، وقد راقبتها كثيرا لكن لم يثبت شيء من شكي رغم يقيني من ذلك، فماذا أفعل؟ إن هذا الشك يحمل عليه في الغالب غيرتك الشديدة على زوجتك، وقد يكون لكراهتك لها ومحاولة اكتشاف عيب فيها لتطلقها، وتكون هي السبب. ومع وجود الغيرة يجب أن تكون معتدلة دون إفراط يؤدي إلى إساءة الظن والتماس العيوب. والله يقول: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والإسلام احتاط بشدة بالمحافظة على سمعة المرأة وشرفها، فحرم رميها بالزنا دون ثبوت ذلك، وأوجب فيه حد القذف، والنصوص في ذلك كثيرة. وثبوت الزنا يكون بالإقرار منها أو بشهادة 4 شهود على واقعة الزنا، وذلك غالبا لا يمكن. وعلى هذا يجب عليك أن تستمر في مراقبتها ولكن بصورة معقولة، وأنصحها بحكمة عن البعد عن مواطن التهم، فلعل الله يصلح شأنها. وأتوجه إلى كل من يريد الزواج أن يختار زوجة صالحة حتى يستريح من الشك والغيرة الشديدة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: واظفر بذات الدين تربت يداك. والله أعلم.